خمس علامات خطيرة تدل على أن شريكك النرجسي يستعمل السحر والشعوذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان في حلقة حصرية من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون جوابا عن سؤال لإحدى متتبعات هذه القناة الكريمات، خلاصته هو: كوتش نعمان، أشك أن شريكي مشعوذ يستعمل السحر، ولكن أريد دلائل كيف أعرف بالفعل بأنه مشعوذ، بأنه يلجأ لأعمال شيطانية. أختي العزيزة، انتبهي جيدا لكل ثانية من هذه الفضفضة، لأنني سوف أكشف عن علامات تظهر على النرجسي. لا تترك مجالا للشك بأنه مشعوذ. إذا اجتمعت كل هذه الصفات في شريكك فاهربي، لا تنظري للوراء. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الفضفضة سوف تنقذ أرواحا. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى الخطير لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارض البشرية الشيطانية، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الأسطورية من فضفضة مع نعمان. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط. هذا الفيديو أيضا ينطبق على المرأة النرجسية المشعوذة. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية ومواكبة من طرفي. هذه الاستشارات قد أنقذت أرواحا، كما بالفعل أكدت وبرهنت في فيديوهات سابقة. فالنرجسي الخبيث يلجأ غالبا لأعمال السحر والشعوذة لأهدافه الشيطانية التي لا تخفى على أي أحد. نعم، إنها حقيقة وعلينا أن نقتنع بها، بل وعلينا أن نحذر من هذه الأعمال لأنها مدمرة. أختي العزيزة، انزلي لخانة التعليق واحكي لي عن تجربتك مع الآثار المدمرة لأعمال السحر والشعوذة التي أنت بالفعل ضحية لها. نعم، هذه الأعمال قد تؤدي للموت. أنا هنا لا أريد أن أخيف، ولكنني فقط أنبه لهذه النقطة الخطيرة جدا التي تعاني منها جميع ضحايا النرجسيين في تعاملهم مع هذا الشيطان. الآن أريدكم أن تنتبهوا جيدا، لأنني سوف أعدد العلامات الخمس لكي تتأكدوا بأن شريككم مشعوذ ساحر. وأنبه إلى أن جميع العلامات عليها أن تنطبق، ليس فقط علامة أو علامتين، ولهذا أركز على أن تشاهدي هذا الفيديو حتى آخر ثانية حتى لا تظلمي شريكك. أول علامة هي إكسسوارات غريبة. كيف ذلك يا كوتش نعمان؟ سوف أشرح لك. النرجسي فهو بطبيعة الحال إنسان غريب الأطوار، ولكن عندما يلجأ للسحر والشعوذة فسوف تلاحظين عليه إكسسوارات، مثلا قلادة غريبة، خاتم غريب، حجر قد لا يفارقه طوال اليوم يضعه في جيبه مثلا. هذه إكسسوارات وأشياء قد تبدو في الوهلة الأولى عادية، مثلا سلسلة أو قلادة، ولكن غالبا ما تكون لديها خلفية سحر وشعوذة قد تتضمن تعاويذ والعياذ بالله إلى آخره. والنرجسي فعندما تسألين لماذا يضع هذه القلادة مثلا أو هذا السوار، فهو لا يعطي أجوبة مقنعة. وهنا عليك أن تشكي
لأن هذه العلامة هي علامة ممهدة لكي تتأكدي بأن شريكك فهو مشعوذ، ولكن ليست العلامة الوحيدة. انتبهي للعلامات الأربع القادمة. ثاني علامة هي نفوره من القرآن الكريم. حذاري من هذه العلامة يا أختي العزيزة، وأريدك أن تؤكدي لهذا في خانة التعليق. إن كان شريكك فهو ينزعج من قراءة القرآن، خصوصا سورة البقرة، هو قد ينهارك، قد يوبخك، أو قد يغادر الغرفة بدون سبب فقط لأنه سمع القرآن الكريم. هذا دليل على أنه متحالف مع الشياطين، ونعلم أن الشياطين فهي تخاف وترعب بل وتكره القرآن الكريم، لأنه الدواء الذي يشفينا منه، لأنه السد المنيع الذي يحمينا من هذه العوالم الشيطانية الخفية. إذن يا أختي العزيزة، إذا لاحظت أن شريكك فهو ينفر من القرآن الكريم، لا يتحمله، أو قد يصاب بقشعريرة، انزعاج، ارتباك، قلق عندما يسمع القرآن، خصوصا سورة البقرة، فهنا عليك بالفعل أن تضعي علامات استفهام كبيرة. ما الذي يحدث هنا؟ هذا ليس أمرا عاديا. الشخص العادي يرتاح للقرآن الكريم ولا يخاف أو ينفر منه. هذه يا أختي العزيزة هي العلامة الثانية التي تنبهك إلى أنك قد تكونين ضحية لأعمال السحر وشعوذة من طرف شريكك. قبل أن أواصل، أريدكم أن تنزلوا الآن لخانة التعليق وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل صليتم على الحبيب؟ نواصل. ثالث علامة، علامة خطيرة جدا، هي أن النرجسي يتجنب الأكل معك في صحن واحد. ألا تلاحظين هذا؟ أن شريكك فهو يأكل لوحده، يتجنب أن يأكل معك، أو أنه لا يطلب منك أصلا أن تعدي له الطعام، هو يعد طعامه بنفسه، أو قد يحضر لك أشياء غريبة كعسل مثلا ويطلب منك أن تأكليه، وأنت بطبيعة الحال تأكلينه على نية صادقة، ولكن هو لا يأكل منه. هذا فقط مثال، وبإمكانك في خانة التعليق أن تضعي أمثلة أخرى قد عشتيها. النرجسي لا يأكل من أكلك، ولكن هو قد يضع لك أكلا عليك أن تتناوليه، وهنا عليك أن تتساءلي لماذا؟ لماذا هو يتجنب أن يأكل معي ولكنه في نفس الوقت قد يأتي لي بأشياء علي أن أأكلها؟ فهنا بإمكانك أن تتساءلي إن كان بالفعل قد وضع أشياء غريبة في هذا الطعام. نعم، هناك سحر مشروب ومأكول النرجسي يلجأ إليه. وإذا أردتم أن أتعمق في هذه المواضيع فاطلبوا مني ذلك في خانة التعليق. تعلمون أنني أقرأ جميع التعليق، لأنني متأكد أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين والسيكوباتيين. إذن هذه هي العلامة الثالثة، العلامة الخطيرة التي تنبهك إلى أن شريكك مشعوذ وساحر، أي أنه لا يأكل معك في نفس الصحن. رابع علامة، علامة خطيرة، علامة خفية، ولكن لحسن حظك أنت تشاهدين هذا المحتوى، أنت مشتركة في هذه القناة، قناة تأتي بمعلومات حصرية لن تشاهديها في أي مكان آخر. هذه العلامة هي التمتمة، أي أن يتحدث بكلام غير مفهوم عندما يكون لوحده، وأنت ترين هذا
خلص، أي أنك تفاجئينه وهو يتحدث مع نفسه ويقول أشياء غير مفهومة. هل بالفعل حدث هذا؟ هذه علامة خطيرة جدا، وقد تكون بالفعل دالة على أنه يتمتم بتعاويذ شيطانية. نعلم أن السحرة والمشعوذين يلجؤون لهذه التماتم، لهذه الشعوذة التي هي عبارة عن كلام غير مفهوم، ولكن لديه دلالة شيطانية بالنسبة للسحرة. أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن هناك كتب بالفعل فهي تعلم السحرة والمشعوذين كلاما غريبا، كلاما شيطانيا، ولكن هم يؤمنون به. أختي العزيزة، هل بالفعل لاحظت أن شريكك ولو كان جالسا معك فهو يتحدث مع نفسه بكلام غريب، أو قد تسمعينه بالفعل في غفلة منه وهو يتحدث ولكن أنت لا تفهمين مغزى هذا الكلام؟ فحذاري، لأن هذه العلامة هي علامة خطيرة جدا، قد تدل على أنه مشعوذ وساحر. وهنا أفتح قوسا وأؤكد إلى أن هذه العلامات كلها عليها أن تنطبق في نفس الشخص وبشكل متكرر، حتى لا تظلميه، وحتى تتأكدي بالفعل بأنك أمام ساحر ومشعوذ، فعليك أن تحذري، لأن حياتك في خطر. هنا أريدك أن تنتبهي جيدا، لأننا وصلنا لخامس آخر وأخطر علامة تدل على أن شريكك النرجسي يستعمل السحر والشعوذة ويلجأ لهذه الأعمال القذرة. هذه العلامة يا أختي العزيزة هي أنه يتحدث كثيرا عن السحر، عن الجن، عن الشياطين. نعم، يتحدث ولو بدون سبب. فقد تكونان جالسين تتناولان الطعام مثلا، وقد يتحدث فجأة على أن صديقه تعرض لعمل سحر وشعوذة، أو قد ينتقد الشعوذة. نعم، قد يتهمك مثلا بأنك تمارسين الشعوذة. هذه كلها إسقاطات، إلقاءات، لأنه يحس بأنك تشكين بأنه يستعمل الشعوذة ويريد أن يدرأ عن هذه التهمة وأن يلصقها بك. هذه تقنية يستعملها جميع النرجسيين الذين يلقون عليك صفاتهم القبيحة كالكذب والخيانة إلى آخره. هو يتهمك بصفاته، ومن أخطر هذه الصفات هي السحر والشعوذة. لهذا فهو لا إراديا يتحدث كثيرا عن هذه المواضيع، لأن لا وعيه فهو يعيش مع هذه العوالم الخفية، ولهذا فهو يتحدث ويخرج هذه المكبوتات للخارج، وقد يعبر عنها بشكل سلبي، أي أنه قد ينتقد المشعوذين السحرة، يتحدث عنهم بأبشع الألفاظ، يسبهم، ولكن في الحقيقة، وهذه هي الصدمة، هي أنه أكبر مشعوذ. إذا لاحظت بالإضافة للعلامات الأربع السابقة بأن النرجسي فهو يتحدث كثيرا وبدون سبب عن الشعوذة والسحر، أنه يتهمك بأنك تمارسين هذه الأعمال، أو أنه ينتقد المشعوذين والدجالين، فهذه علامة لا تدع مجالا للشك بأن شريكك النرجسي يستعمل السحر والشعوذة. أختي العزيزة، في نهاية هذه الفضفضة الحصرية التي أعلم أنك الآن بالفعل تحت الصدمة، أنك قد تكونين ترتجفين لأن هذه العلامة بالفعل تلاحظينها في شريكك، فاعلمي أن حياتك في خطر، لأن الحياة مع نرجسي
هي حياة صعبة، فما بالك إذا كان بالإضافة لصفات النرجسية، فهو يستعمل السحر والشعوذة. أنت هنا أمام مجرم حقيقي، عليك أن تهربي منه. وهنا يأتي الحل الأول والأخير يا أختي العزيزة، يا أخي العزيز، يا ضحايا النرجسيين والنرجسيات، ألا وهو الانفصال وقطع الاتصال. إذا أعجبكم هذا الفيديو، هذه الفضفضة الخطيرة، المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب مهم جدا لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. ما عليكم سوى التواصل مع فريق عملي لكي يحددوا لكم موعدا معي في أقرب وقت. قبل أن أغادر كالعادة، سوف أترك لك سؤال أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: ما هي العلامة أو العلامات التي لاحظتها في شريكك والتي تدل على أنه مشعوذ، أو أنك قد لاحظت بالفعل بأن جميع هذه العلامات تنطبق عليه؟ أخبريني بهذا في خانة التعليق أسفل هذا الفيديو. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارض البشرية الشيطانية. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم. لا تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.